استاذ احمد اسماعيل، حضرتك كنا تحدثنا عن المأساة بتاعت المصريين في الاراضي المقدسه، وحضرتك قلت لي اللي فيه اتنين قتلوا، اتنين ماتوا مش قتلوا، ماتوا من الخنقه والموقف. طب حضرتك بقى احكي لي بقى ظروفهم ايه، يعني ظروفهم هل ده اهمالا ام موتا؟ ماتوا اهمالا. في ناحيه طبيه، في رعايه طبيه؟ مفيش رعايه طبيه. اتفضل حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. هو بص، هما الاثنين احنا فوجئنا بالصويت وناس عماله تصوت فوقينا، دول الناس اللي خدوا البوردنج وراحوا يركبوا. صويت جامد قوي. طبعا نيجي نجري، مفيش حرس السعودي يوقفك ما خليكش تخش عشان انت معكش بوردنج وجوازك ما اتختمش. طب الناس اللي فوق يكلمونا الحقونا، في ناس ماتت هنا، حالتين ماتوا فوق. اولا اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام، ندور على حجر صحي، اسعاف طبي، مفيش اسعاف طبي، مفيش دكاتره خالص، مفيش دكاتره في المطار. يا جدعان، اول مره نشوف في العالم الحجر الصحي ده، ما بقاش فيه دكتور، الراجل مرمي على الارض وفي ناس ماتت فوق وفي ناس مغمى عليها، مفيش اي حاجه. اهمال جامد جدا، اهمال مقصود، بقول لك اهمال مقصود يمنعك تخش الا لو خدت البوردنج، وتاخد البوردنج مفيش اي شرطه تقابلك، اختم الجواز مفيش حد يقابلك تاني، خلاص انسى. يعني ايه اهمال مقصود؟ اهمال مقصود محامي ولا يا بيه؟ اهمال مقصود، وقلنا لهم الموضوع ده سياسي، وقلنا الموضوع ده كله سياسي، لان اول مره في العالم تشوف التكدس ده والاهمال ده. هو انت مش في حاجه بروتوكول وفي قوانين معروفه ان اي مطار في حجر صحي وفي دكاتره؟ انا رحت 5 مرات للحجر الصحي ادور على دكتور ما لقيتش. يقول لك المطار كبير وهتلاقيه بيلف في المطار. طب هو بيلف واحد بس، دكتور واحد بس اللي بيلف في المطار؟ في الاخر خدت الحاله ورحت بيها الحجر الصحي، وقعدت بيها على باب الحجر الصحي علشان ادور على دكتور، لحد ما كتبوا لي تقرير كده وخلاص خدته ومشيت. موظف بتاع مصر التانيه يقول لك ايه، اصل مش هنقدر نركبه الا لما تجيب تقرير، اصل حالته ممكن يموت. طب ما هو انتوا بتموتوا الناس من القعده، هي حالته اللي انتوا بتعملوه ده ما هم يموتوا. وجبنا التقرير الصحي وتدور على الموظف، ولا عمل اي حاجه ولا تشوف وشه. ربنا كرمنا بموظف على الكاونتر، دخلنا عليه بعد ما قسيت ودخلت في وسط الناس دي كلها، وصلت الساعه 6 ولا 7 من الساعه كام، الظهر، من 12 الظهر انا بخش في الزحمه دي اوصل يعني. دخلت لقيته بقول له معايا حاله كذا كذا كذا، والله موظف محترم يعني ومؤدب. بقول له وصفت له الحاله، قال لي طب ما جيتنيش ليه من بدري؟ قلت له اجي لك فين من بدري؟ اذا كان الرئيس بتاعك بتاع الورديه نفسه هو اللي رمانا الرميه دي وما رضيش يخلينا نخش. فالراجل بصراحه ربنا يبارك فيه، هو خلص لنا اللي عليه عمله، ودخلنا جوه بالبوردنج وقاسينا مقاسه ثانيه اللي هي بتاعت دخول الطياره دي بس. لكن مفيش احترام لادميه المصريين. ايه اللي حدث لك انت شخصيا ووالدك؟ ما هو اللي حدث لي انا بقول لحضرتك، هو انا وابويا، ابويا نام على الارض لانه ما قدرش حتى يقعد على الكرسي، يقعد ازاي 30 ساعه على كرسي مش قادر، نايمناه على الارض، راجل مريض عنده جلطه ونام على الارض عنده شلل نصفي. واكلم الموظف واستجديه واقول له ده انت لما تبص عليه وتشوفه كده الرحمه، مفيش رحمه تنزل على قلبك، شوف راجل مرمي في الارض ممكن يموت مننا، نلحق نروحه مصر عشان لما يموت في بلده. وهو يقول لك طب ماشي 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 ماشي، حاضر حاضر حاضر. هو دي الكلمتين اللي قاعدين، اللي اسمه ايمن احمد ده ومعسكر دول، وربنا ينتقم منهم. يعني تحمل مين مسؤوليه؟ احمل مصر الطيران، واحمل وزير الطيران المدني، واحمل رئيس الشركه القابضه للطيران المسؤوليه دي كلها. هل سيتم رفع على هذا الاهمال؟ احنا نبحث في اللجنه الموضوع ده ان شاء الله، ونشوف احنا هنرفع، هنقدم بلاغ ونرفع قضيه عليهم ان شاء الله باذن الله. نبحث في اللجنه الموضوع ده. شكرا استاذ احمد. عفوا، الله يخليك. الله يخليك.